السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا مع بعض نتكلم عن الإسهال. في ناس كتير بتفتكر إنه موضوع سهل وبسيط، بس اللي ناس كتير ما تعرفوش أو اللي كتير ما يعرفوهوش منكم إن الإسهال مش نوع واحد بس، ده أنواع مختلفة. تعالوا بينا نشوف أنواع الإسهال ويعني إيه إسهال أصلاً. أول حاجة يعني إيه إسهال أصلاً؟ يعني إن الواحد يدخل الحمام أكتر من 5 مرات في اليوم، وفي أوقات بيبقى الإسهال عن طريق إن هو بيكون البراز عن طريق إن هو شكل مية، فده بيكون شكل الإسهال. طب إيه هي أنواع الإسهال؟ أول حاجة الإسهال العادي اللي بيكون من غير سبب، يعني مفيش سبب معين للإسهال. طيب بنعالجه ازاي؟ خلينا نتفق في اول الفيديو ان اي مادة فعالة او اي دواء هنقوله هيظهر قدامنا على الشاشة عشان يسهل عليكم ان انت تتعرف على الدواء ده او المادة الفعالة اللي احنا بنقولها دي. اول حاجة العلاج بتاعها، حتى لو واحدة حامل بتاخد اللوبرامايد مع محلول معالجة الجفاف زي ما ظهر قدامنا على الشاشة ده، او هنعطي بديل اللي هو الزنك مع البيزمس سب سلسله زي ما احنا شايفين. يبقى ده اول حاجه اللي هو الاسهال العادي اللي بدون سبب. تاني حاجه اللي هو اسهال المسافرين. ايه هو اسهال المسافرين؟ يعني لو شخص مسافر من بلد لبلد تانية بيبدا انه يحصل عنده اسهال. طيب وايه العلاج بتاعه؟ هو البيزمس سب سلسله. يبقى علاج اسهال المسافرين البيزمس سب سلسله. ثالث حاجة الإسهال الناتج عن فرط استخدام المضادات الحيوية. يعني بتلاقي أشخاص بيستخدموا مضادات حيوية عمال على بطال، بيخلص المضاد الحيوي ده يدخل على المضاد الحيوي ده. طبعا مش هنتكلم عن مصايب استخدام المضادات الحيوية من ضعف مناعة ومشاكل كتير جدا بتحصل، لكن المشكلة اللي احنا بنتكلم عنها ان هو الإسهال من فرط استخدام المضادات الحيوية. طيب الحل عندي ايه؟ الحل ان انا استخدم البروبيوتيك، اللي هو البروبيوتيك اللي ظاهر قدامك على الشاشة ده هو العلاج بتاع فرط استخدام المضادات الحيوية. بتدخل للنوع الرابع من الاسهال وهو الاسهال الناتج عن الدوسنتريا. وطبعا ده بينتج او الدكتور بيعرفه ازاي؟ ان هو بيطلب من المريض انه يبدأ يعمل عملية تحليل للبراز، ومن تحليل البراز ده بيبدأ يظهر للدوسنتريا. طيب متى ما ظهر الدوسنتريا بتبدأ تعالجه بايه؟ بتبدأ تعالجه بالمترونيدازول او التينيدازول مع الدايلوكسانايد. يبقى علاج الدوسنتريا بالمترونيدازول او التينيدازول مع الدايلوكسانايد. اما خامس حاجة هو الاسهال الناتج عن الجياردية، وده بيبقى علاجه مختلف شوية لانه بينتج عن العمر. يعني ايه؟ او بنعالجه نتيجة للعمر. يعني لو طفل عمره اقل من سنة بتبدأ ان انت تعالجه بالمترونيدازول. طيب لو من سنة الى 3 سنين بتعالجه بحاجة اسمها النيتازوكسانايد. طيب لو هو اكبر من السنة بتعالجه بالتينيدازول. يبقى الجياردية مختلفة شوية عن الحاجات التانية. عمره لو الطفل عمره سنة اقل من سنة المترونيدازول، لو من سنة ل3 سنوات بيبقى بالنيتازوكسانايد، لو اكتر من 3 سنوات يبقى بالتينيدازول. في انواع تانية للاسهال طبعا، بس دول الخمس او الاشهر 5 انواع من الاسهال اللي احنا ذكرناهم. طب ايه هي الانواع التانية؟ في اسهال ناتج عن الاورام، وفي الاسهال العنيف، وده بيكون لازم تدخل الطبيب مش اي حد يستخدمه. يعني المريض بدا يستخدم اللوبرامايد واستخدم محلول معالجه الجفاف واستخدم الزنك وبرضه مفيش فايده، الاسهال مستمر، فده بنسميه الاسهال العنيف او الاسهال الريفراكتوري اللي هو مفيش اي حاجه بتاثر فيه بمعنى اصح. فبيبدا يدخل الطبيب ببعض ايه؟ ببعض الادويه اللي طبعا ما ينفعش ان انت هتلاقيها في الصيدليه، ده بتبقى في المستشفيات فقط. فأنا عندي دلوقتي 5 أنواع ذكرناهم وذكرنا العلاجات بتاعتهم. ياريت نركز لو أي حد فينا عنده الأنواع دي ممكن إن هو يبدأ يستخدم إيه الأدوية اللي احنا ذكرناها.
في نهاية الفيديو بتاعنا أتمنى من الله أن أنتوا تكونوا استفدتوا، وأتمنى أن أنتوا تشيروا الفيديو، وأتمنى لكم كل صحة، وشكرا لكم وسلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.